طيب زملائي الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده ولقاء جديد من تكتيك الاداره. معاكم وليد الدسوقي. النهارده ان شاء الله الموضوع هو الحقيقه اصبح حديث الساعه، محل انظار ناس كتير، وده بصراحه لعده اسباب. يعني اول شيء لانه انتشر بشكل متسارع الفتره اللي فاتت، ثانيا بيتطور بشكل كبير جدا بشكل غير طبيعي، ثالثا والاهم لانه تقريبا توغل في جميع المجالات ومختلف القطاعات. موضوعنا النهارده ان شاء الله عن الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي الاي اي، وازاي نطبق تطبيقات الذكاء الصناعي في قطاعات الاعمال المختلفه وفي الموضوعات المختلفه وفي مختلف القطاعات الهندسيه والهندسه الصحيه الاداريه وهكذا. ضفنا النهارده هو الحديث عن هذا الموضوع، على الموضوع من الشخصيات المشهود ليها صراحه سماتها العلميه والمهنيه في المجال الهندسي. ارتبط اسمه بشكل كبير جدا بموضوع انظمه نمذجه معلومات البناء، البيلدينج انفورميشن موديلنج بيم، وكان من اوائل المتحدثين والمطورين لهذه الانظمه، الى جانب طبعا مشاركته المثمره في نشر العلم والوعي والثقافه المهنيه في مصر والوطن العربي من خلال تأسيسه لبيم أريبيا، اللي بتعتبر واحدة من أشهر وأهم المراجع الهندسية في أنظمة نمذجة معلومات البناء والبنية التحتية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. ضيفنا النهاردة من جمهورية مصر العربية مهندس بيم أريبيا، وهو أحد أهم المشاركين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي في مصر والوطن العربي، والضيف العزيز وزميلي العزيز عمر سليم. السلام عليكم أبو عز، وكل خير، وسعيد جدا بوجودك معانا النهاردة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتشرفت بوجودي مع حضرتك أستاذنا، جزاكم الله كل خير على المقدمة الجميلة ديت. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. سيد أبو عمر، سيد أبو معاذ عفوا، النهاردة يعني ما بقاش حد بيتكلم في أي حاجة في أي موضوع كان، إلا ما بيدخل كلمة أو كلمتين على الأقل عن موضوع الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل المختلفة. وكان موضوع الذكاء الاصطناعي يعني اصبح اهتمام بيهتم بيه ناس كتير جدا، وبقى بشكل اساسي بيؤثر بشكل كبير جدا في بيئه الاعمال. عاوزين في البدايه يعني نتكلم كده كبريف عن ايه هو مفهوم الذكاء الاصطناعي، وازاي اقدر انا اعرف مفهوم الذكاء الاصطناعي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اداره الذكاء الاصطناعي، هي إدارة الذكاء الاصطناعي. فإدارة معناها زي ما حضرتك علمتنا إن أنا أقود الآخرين نحو الهدف، ده أبسط تعريف للإدارة. فالآخرين من ضمنهم هيكون الذكاء الاصطناعي، يعني الذكاء الاصطناعي مش جاي عشان ياخد الشغل بتاعي، لا ده أنا هوظفه عندي إن أنا أستخدمه في إن أنا أخلص الشغل بتاعي. فالذكاء الاصطناعي إضافة قوية جدا، لا إما أعتبره يعني ممكن يكون موظف عندي في الشغل وأنا بغير منه وبخاف منه، فأبدأ إن أنا أعمل معاه مشاكل وأبدأ إن أنا اكره الناس فيه وما استخدموش صح، او ان انا اعتبره زي موظف عندي او صديق ليا وابدا ان احنا نتعاون مع بعض ناحيه تحقيق الاهداف. مين اللي بيحقق الاهداف؟ المجموعه كلها، لكن مين اللي بيحدد الاهداف؟ طبعا حضرتك او المدير او الشخص اللي عايز يعمل الاهداف دي. فالذكاء الاصطناعي قوه رهيبه جدا، يعني الناس بتشبهها بقنبله هيروشيما او بيشبهوها باختراع البخار او بيشبهوها بثورة صناعية رهيبة جدا، هتعمل نقلة كبيرة جدا. الانتقالات اللي حصلت خلال آلاف السنين ممكن تتم خلال شهور بسبب الذكاء الاصطناعي لأسباب كتيرة جدا. طيب احنا اتكلمنا عن كلمة إدارة، ناخد الكلمة اللي بعديها اللي هو الذكاء. طيب لو احنا قلنا في مدرسة ان في ذكاء، يعني الطفل ده ذكي، كونان ذكي، يعني ايه ذكي؟ ذكي معناها بيقدر يفهم اللي بيتقال، بيقدر يستوعبه، بيقدر ان هو يتفاعل معاه. احنا ساعات كتير جدا كنا بنعمل برامج بس البرامج مش ذكيه. يعني ايه مش ذكيه؟ يعني انا طلبت منها خمس ست حاجات، تعمل واحد واثنين وثلاثه واربعه، لو لقيت ان اثنين ده مش موجود تقف وما تشتغلش. يعني لو انا قلت له مثلا روح اشتري لي حاجه وافتح الباب وانزل من الاسانسير عشان تشتري الحاجه دي، فلو لقى الباب مفتوح او ما عرفش يفتحه مش هيقدر يتصرف. لو انا قلت له مثلا اعمل الخطوه ديت لكن فوجئ ان الخطوه دي عاليه او واطي مش هيقدر يتصرف، مش هيقدر اصلا يرجع لي يقول لي ان في مشكله، لا رساله ايرور وخلاص مش هيقدر ان هو يشتغل. فالذكاء ان هو يقرب من ذكاء الانسان بحيث ان هو يقدر يتفاعل مع الحاجه
واهم حاجه دي اللي تميز الذكاء الاصطناعي وتميز البرامج بتاعت الذكاء الاصطناعي، واعرف ان هو شغال بالذكاء الاصطناعي ولا لا، ان هو يعمل حاجات انا نفسه ما برمجتوش عليها، هو يبدا ان هو يتفاعل معاها. يعني حتى ستيلمان اللي هو يعني يعتبر اشهر شخص في اوبن اي اي، فوجئ ان هم كل شويه ينشروا على تويتر حاجات هو نفسه ما كانش في دماغه انها ممكن تتعمل. يعني حد مثلا يبدا يدربه على حاجه معينه، واحد مثلا يقول له طب اعملها لي في جدول، واحد يقول له كذا، فهو متسع ان هو يتفاعل معاك. الاصطناعي لان هو مش حقيقي، يعني الاصطناعي هو بيحاول يقلد الخليه بتاعه الانسان، لكن حتى الان هو بعيد جدا عن ان هو يفكر زي تفكير طفل صغير. لا، في فرق كبير جدا بين الذكاء الطبيعي والذكاء الاصطناعي، في حدود للذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي ضاف عندك في الشغل، حاولت ان انت تنكره وتقول لا ان هو مش هينفع، هيبقى موجود هيبقى موجود. لو احنا عايزين نقول على مبادئ الذكاء الاصطناعي، فعندنا قاعده كده، لو احنا عايزين نعرف اي علم، ان مبادئ كل علم 10: الحد والموضوع ثم ثمره ونسبته وفضله والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. يعني اي علم عشان نعرفه لازم نقول الحد بتاعه ايه. يعني لو قلت الذكاء الاصطناعي هو علم من علوم الكمبيوتر، دخل فيه الوورد والاكسل وكل حاجه، انما لما اقول ان هو علم بيحاول يقلد ذكاء الانسان، فكده انا عرفت ان انا مش هدفي منه ان هو يعمل لي حاجه واحده، لا، انا هدفي منه ان هو يفكر زي الانسان، يبقى موجود معايا في الشغل بتاعي. ممكن مثلا انا مهتم باداره المشاريع، اقول له فكر معايا لو انا عايز اعمل اداره مشروع باسلوب البي ام بي، باسلوب اللين مانجمنت، سكرام، زي ما حضرتك تقول، كل انا حدد له الحاجه واشرح له المشكله وهو يبدا ان هو يتفاعل معايا. فهو ده الحدود بتاعت الذكاء الاصطناعي. الموضوع بتاعه في حاجات كتير جدا، زي مثلا التعلم الالي، ان انا مش هشرح له كل حاجه، هو يبدا يتعلم من الشغل بتاعي. يعني كل ما بتعرض لمشروع جديد هو بيشوف انا اتصرفت ازاي ويبدا ان هو يتعلم. والثمره بتاعته ان انا اوجدت مساعد ليا شغال 24 ساعه بيفكر معايا. من ضمن الحاجات مثلا اللي بنستخدمها في الذكاء الاصطناعي ان انا ممكن اديله عقد مثلا بتاع مشروع جديد، مشروع 2000 صفحه، واساله هل هو في شرط جزائي، هل انت موافق على العقد ده ولا لا. فده من ضمن المزايا اللي موجوده فيه. الفضل بتاعه كبير جدا، ان هو يعني زي مصباح على الدين. انت ممكن يكون عندك كميه كبيره جدا من الكتب فترفعها، فبتبدا تقول له لخص لي الكتب ديت، ممكن يكون عندي فيديو ساعتين ثلاثه فاقول له خد الحاجه دي وابدا اشتغل فيها. طبعا في عيوب هنيجي اثناء الحوار نبدا نتكلم فيها، بس يعني دي مقدمه بس كده عن ممتاز. يعني انا افهم دلوقتي ان انت موضوع الذكاء الاصطناعي ان انا اعمل مجموعه من الانظمه تحاكي الذكاء الطبيعي بتاع البني ادم. تمام. واخدها من خلال هذه الانظمه ان انا اطلب مجموعه من الطلبات ومجموعه من التاسكات، وبناء عليه الذكاء الاصطناعي ده يبقى المفعول اللي يساعدني. تمام تمام يا استاذ.